السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. قناة اليوم اللي غادي نقول لكم صحة عيدكم وعيد الأمة المسلمة والعربية. حنا اليوم غادي نتكلموا على التصريحات تاع محامي نادي وفاق ستيف، اللي عطى توضيح كبير، باللي وين كنا نقول لكم باللي العداله وزاره الشبيبه والرياضه. الحمد لله يا ربي، شوف واش قلنا لكم، واش جبنا لكم الحصري، في وقته قدامنا يهدر هذا المحامي تاع وفاق سطيف. قلت لكم باللي الناس تاع سطيف بزاف، انصار تاع سطيف كانوا يعيطوا لي، نهضر معاهم، يحضروا معايا نورمال، كاين ناس في الاداره نتكلم معاهم، مش انا نزوخو عليكم، لا بصح في الاداره نتكلموا معاه. وين ناس عيطوا لنا، قلنا لهم بلي درت فيديو للناس تاع سطيف بلي وزير الشبيبه والرياضه حذر اللجنه تاع الانضباط هذيك، وحذر زتشي من نادي باش ما يتوشيش النادي تاع وفاق سطيف. خاطش علاه كي قلت لكم كيما هكا، خاطش هذو عصابه تاع كرة قدم، هذو عصابة، أخطر عصابة من اللي راهي في الحبس. هذا العصابة صعيبة اللي راهم في الحبس، على اللي راهم في الحبس، عاطين الولاء وانتماء تاعهم باين، خلينا ما نهضروش، انتماء تاعهم باين. خاطر رئيس اتحادية كان يروح يلقى هشام عبود بزاف، رئيس اتحادية هذا زتشي يقولنا شعام الخطرة تلاقى مع هشام عبود، وشعام الخطرة تلاقى مع فرحات عباس. الرجاله ما كانتش راكده، الرجاله على بالهم، ما خاطش كانوا يديروا لي رينيو في لافريك، ما تروحش بصح منا، تروح تجري وتلقى، وكان يروح معاك مصطفى معزوزي وتروحوا كاع في رحبه، تلاقاو بالرايس تاعكم المزعوم اللي كنتو بايديروه رايس، فرحات مهني، فرحات بالرايس تاعكم مزعوم كنتو تلاقاو به، مهني فرحات. انا راني هنا في الجزائر، انا والله ما على بالي بيكم، نقولكم كلمه، شوف مشي داير لكم كاع حساب تاع الحساب، مشي دايروا كاع معاكم الحساب اللي نتوما تحسبوه، انا كاع ما نتعيش روحي الحسابات تاعكم نتوما، خاطر الحسابات تاعكم كاع يخرجوا زيروات. نتوما مين الناس تربح، نتوما تخسروا في الربحه، تخسروا ما صاريك ما ذاك اللي شرا لوطو، الناس ولا تربح في الوطا، وهادي اللي شاري ب 100 مليون ولا يبيع فيها، ب 130 مليون 120 مليون، انت شاريها ب 80 مليون بعتها لنسيبك ب 50 مليون، انت صار لك كيما هكا. هنا المهم واش كنا نقول لكم، بان الحق، بان الحق. حنا ماذا بكم اسمعوا معنا، تشوف المحامي تاع نادي وفاق سطيف التصريحات اللي دارهم فيما يخص يعني سؤالك. سمو معنا المحترمة، هنا البارح كانت عندنا جلسة استماع على مستوى لجنة الانضباط اللي كانت مؤجلة لجلسة 21، ورحنا يعني مشى السيد المدير العام، وكنا احنا برفقته من حضرنا يعني لهذه الجلسة. أولا من خلالكم نشكر لجنة الانضباط يعني على تصرفها يعني، وقدروا الظروف من خلال يعني جلسة. كاين يعني شيء وريد، أو نقولوا يعني كان وريد هذا المثول، وهو يعني إفصاح السيد المدير العام سواء أمام أعضاء اللجنة أو أمام الصحافة يعني ووسائل الإعلام على اسم الطرف الثاني، الذي كان الطرف الثاني لوس في الملف السعداوي السليب هذا، واللي هو يعني يتمثل في شخص السيد سعداوي الاسم. إذا ثمنا حنا الحمد لله يا ربي، رانا قلنا لكم النهار الاول قدام الناس مين كانوا يقول لك مول الشيشه ماناجر في الجي، الحمد لله يا ربي ما كذبناش عليكم، مزيه ما كذبناش عليكم، بدنا جبت لها قلت لكم ماهوش رب هذا باش ندسوا عليه. دور اللجنه، وقلنا بلي اللجنه اخذت هذا الملف بعين الاعتبار واخذته بجديه. ونزيد نقول لكم اللجنه هذه
تاع كرتون اودي، لجنه تاع كرتون بالنسبه، والله لا تاع كرتون، هذه غير داروها في داروها بغاو هما محسوب يبانوا بلي هما بيخدموا هاد الصوالح، بغاو هما يخدموا. وهذه كاع القضيه اللي داروها جاو بين السوق، جاو بين السوق الكراس داروا سري في ارواحهم. هذا زاتشي وهذا جماعه زاتشي، وميرسلوا ميرسلوا المكالمه، تلقوا المكالمه رئيس الرابطه كان مع سعداوي، تلقوها في رحبه. هذه الصوالح اللي داروهم كاع راهم داروا سري في ارواحهم. اسمع معايا. ان دل على شيء في النهايه يدل على انه الجماهير يعني الرياضيه كامل كانت تستنى باللي السيد المدير العام راح يمثل امام لجنه الانضباط، وراح في نفس اليوم راح يعادوا شي في التحقيق تاعها، وحابه توصل لابعد حد في هذا الملف لسبب واحد ووحيد هو تبيان الحقيقه. مادام هذا المناجر اللي حل هذا منا نمشيو شويه للشق القانوني ونفهموا المشاهد، المناجر هذا مادام راهو تابع للفيدراليه والرابطه، يعني باش نفهموا الراي العام، باسكو هنا كاين شويه لبس وشويه فيما يخص الجهه القانونيه، حنا كنمشيو وين راه يشوف. شوف انا باش جبت لكم الفيديو بي عبود شاقل وزاتشي راه يقول بلي انا هذا بنادم ما نعرفوش، بي عبود قال لك زاتشي ما يعرفش هذا، راك تشوف كيفاش هذا ياسين نسيم سعداوي تابع للاتحاديه وطالع زاتشي، طالع مع زاتشي من الريجيونال، لعابه تاع زاتشي كانوا من يديهم يوصلهم يروح يجيب الشكاره، كان دايرو يروح يجيب الدرام ويجي. نعطيكم لوفيسيال والرقم تاع لا ليسونس تاعو كماناجر، نقول لكم شحال 126. نتحداهم، انا مواطن عادي بصح نتحداكم 126، الرقم تاعو 126، الرقم تاع لا ليسونس تاعو 126، بطاقة تاعو تاع كماناجر 126. وكاين ناس في الخفاء دايرين شركات، دايرين اس اف ام ال، شركات هكا وهمية كيما فيها زين عامر، فيها حكيم مدان، فيها مول، فيها مول الشوفير، فيها بالك من العائلة تاعو، فيها بزاف فيها فانك، حتى حسن زاتشي وداخل فيها بالك، باش يكون على بالكم. فيها صحفيين، سمعوا تشوف معنا القانون التأديب الرياضي المادة 4، نمشيو نشوفوا بلي هاد اللجنة، لجنة الانضباط على مستوى الرابطة عندها الحق انها تفتح تحقيق في هذا النوع من القضايا، مثلا قضية سري، مشاو وين سمعوا السيد المدير العام السيد فاتح الفيا، وعندهم الحق انهم يسمعوا هذا السيد سعداوي نسيم كونه مناجر يعني وكيل لاعبين، وانا عنده ان اغريمون من عند الاغريمون من لافاف تاعنا، مادام هو راهو افيلي واغري من لافاف، تسمى اللجنه عندها تروا، تسمى راهو هو من الفاعلين في الـ في الـ في الوسط الرياضي، يعني هو يحسب تسمى صلاحيات هذا اللجنه كانت خدش هما نهار الاول بغاو غير حلفايا برك، حلفايا هما حلفايا فات بالخميس، انا نعقل قلت لكم حلفايا الاثنين غادي يطلع الالجي، الاثنين طلع الالجي وحط شكوى تاعه ضد نسيم سعداوي، والخميس راح حضر، الخميس راح حضر باش يكون على بالكم. كاش يجوا ما يجيوش يكذبوا عليكم، هذو لا يجيو يكذبوا عليكم اليوم. ونزيدوا سمعوا تشوفوا معنا في الخط المسيرين اللاعبين طاقم طبي طاقم فني اداريين مسيرين، يعني اي انسان عنده علاقه بالرياضه ويكون عنده ليسونس هما يلزون دروا باش يكونفوكيو. مادام هذا السيد المانجر العام سعداوي ياسين عنده ليسونس على مستوى الفيدراليه، لجنه الانضباط على مستوى الرابطه عندها الحق باش توجد 126، وما تقولوليش كيفاش جبتها، جبتها من الاداره تاع الصيف على بالهم شكاين، شوفوا شكوى صوالح شكون هو شكون هاي واشتو كيفاش نزيدوكم باش تديروا الاستدعاء وتسمعوا. حنا باش نوضحوا الامر هذا،
احنا كاين شق يعني في هذا الملف، ملف التسريب الصوتي، كاين شق رياضي وكاين شق جزائري. احنا باش نفهموا المشاهد الكريم انه مشينا للعداله، العداله كاين طريقين سلك هذه العداله. الطريق الاول سلكه السيد المدير العام فتح الفيا بايداع لشكوى على مستوى ولاية سديف ولا مستوى الجزائر العاصمه، وين مشى وقدم شكوى هو بالسيد السيد سعداوي نسي متهمه فيها بتسجيله لهذا المكالمه. والاكثر من ذلك انه قام بفبركه المكالمه، انه يعني فبركه المكالمه وشتت المعنى تاع المكالمه اللي كان بيناتهم، شتو وداه في خندق وحده. هذه من نوع شوف على بالك بالك حلفايه، انا مانيش ندافع على حتى واحد، اللي دار يخلص ان شاء الله بربي. بصح حلفايه تبان لي بلي جبد بالعباس، هذوك راحوا جابوا حطوا بالعباس، جبد مقرا راحوا جابوا حطوا مقرا فتاع الطيح، فتاع الطيح راه جبد، راهو كاين وسائل صعاب تخدم بهم على بالك، تجيب منا وتحط وسائل صعاب على بالك. بصح الشرطه العلميه تكذب هذا الصوالح، الاقتصاديه والعلميه تكذب هذا الصوالح، تكذبهم ما عندهم وين يروحوا، تكذب بلي مفبرك. كاين واحد الصوالح تكذبهم كاش لا، راك تشوف كيفاش خدموها. كيما داروا تاع العروسي في تاع انا جزائري، قلعوها تاع قال لهم تربيت في فرنسا، قالوا له انت قال لهم انا جزائري بصح تربيت في فرنسا، تربيت في فرنسا، لعبت في فرنسا بالو، تربيت في لعبت في فرنسا. هما قلعوا تاع لعبت وقلعوا تاع جزائري، خلاو تاع انا فرنسي ونشروها في الفيسبوك، واللي نشرها معروفين، نعرفوهم حنايا، نعرفوهم اللي نشرها نعرفوه، نشروها بناس كيما هادو. طاك طاك في طوم ما يجيش الجزائر، في طوم ما يجيش الجزائر، يجو غير تاع باراغو، ماشي يكون على بالكم. سمعتوا معنا، زيدوا تسمعوا ونزيدوا نقولكم فيها حتى ربع سنين، ثلاث سنين، خمس سنين تاع الفبركه كيما هذه، وتاع تطلق في الفيسبوك بدون اذن العداله، باش يكون على بالكم. ويا كلش في العداله هذا زتشي، وهذا اللجنه تاعو تاع كمال مصباح كرتون. النقطه الثانيه فيما يخص اروقه العداله، الوزاره وعلى راسها السيد الوزير مشات اروقه العداله. كما تعلمون انه الوزاره يعني ودعت شكوى ضد مجهول، وهذه احنا يعني نثمنوا هذا الجانب، وباش يعني نوضحوا ضد مجهول انه كل من يكشف عنه التحقيق. وحنا اليوم ما كانش عندنا دليل مادي نمشيو به، الوزاره مشات على امل انه العداله يكون هي اللي تمشي في التحقيقات، وتحقيق مادام راه نمشيو في شكوى ضد مجهول، التحقيق راح يكون موسع. علاه كنت نقول لكم شكوى ضد مجهول؟ التحقيق يكون موسع، ماشي غير واحد، جيب ذا روح لذاك، جيب ذاك كيما التحقيق موسع ضد مجهول. هذه مليحه. اسمع والمعمق، وراح نكشفوا على اسرار وخبايا هذا الملف. يعني ممكن تمس اسماء اخرى؟ ممكن. هذه تبقى يعني تربيه العداله، وهما يعني يمشيوا التحقيق وساريه التحقيق، تقدر يعني تكون تقدر ما تكونش. وان بما يخص يعني اللجنه والاتحاديه، راهي تمشي يعني على كل حال، ما دام لجنه الانضباط هزت الملف هذا، هاي تمشي فيه. احنا سمعونا، راح يسمعوا نسيم سعداوي دوك، حنايا بعد ما يسمعوا السيد هذا المناجر نسيم سعداوي، راح نشوفوا بعده هو كما كان الحال مع السيد المدير العام فتح الفيا، سمعوه جا مد توضيحات بما يخصوص هذا السيد. يقدر السيد هذا كي يسمعوا له الانترفيو يقدر يزيد مد توضيحات اخرين، يعني اذا سمحتوا لي كل حاجه فيما يخص هذا الجانب. احنا يعني دائما مشينا وقلنا ما لازمش نعطيو يعني الشيء أكثر من حجمه. احنا اليوم رانا مشينا للجنه ومشينا للعداله، وراه اليوم ما كانش دليل مادي نواجهه به هذا السيد المدير العام، ما دام راه هو ينكر ويقول ما هذا التسريب راه مفبرك، ما عندناش اليوم احنا دليل مادي نواجهوه به. اسمع، احنا هذا الشيء نخليوه للعداله ونخليوه للجهات الرسميه اللي راح يتحقق، نهار يكون دليل مادي
لكل مقام ما قال. علاش التهويل هذا؟ علاش حنا اليوم ما احنا هذا الانسان هذا من حقه على كل حمد وراه كان فاعل في الساحه الرياضيه وراه كان على يعني لا اثر رابطه يعني عنده الحق بموضوعيه. والاكثر من ذلك يعني احنا باش ما نهولوش انصارنا اكثر بالتصريحات هذه منا حنايا نادي وفاق الصيفي ميخص نادي وفاق الصيفي راهي عنده حمايه قانونيه من طرف الجهه الوصيه والهيئه الرسميه اللي هي الوزاره. وهذا ما جاء على لسان السيد الوزير انه ما هوش ضد الفريق وما هوش ضد الانصار ضد اشخاص لا حرب لا في الفساد الرياضي. وحنا من هذا المنبر راح نضموا صوتنا صوت الوزير ونكونوا داعمين ليه باسكو لازم الناس كامل تتكافل باش نقضيو على الفساد. حنا فيما يخص نادي وفاق سطيف وحق نادي وفاق سطيف راهو محمي بالقانون من جهات رسميه عليا في البلاد. ملف على مستوى العداله انا مقدم الشكوى نستناو في الجهات الرسميه. هذه اللي كنت نحوس عليها هدرتها والحمد لله بربي راهم يهضروا فيها. شنا كيفاش الناس اللي قال لك باللي سطيف 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 يا ودي سطيف ما توشاش النادي تاع سطيف ما توشاش خاطش الحاجه اللي بغا يديروها باش يعاقبوا سطيف اللجنه هذه بغات تعاقب سطيف بلوبيات ولاد الحرام ومرتزقه وخونه باش ينوضوا التهويل في سطيف بغاو ينوضوها فوضى في سطيف بغاو ينوضوا فوضى في سطيف. بصح الدوله ضدهم وكشفتهم وداروا تحذيرات قالوا بالك بالك تهضروا على سطيف بالك تهضروا على النادي تاع سطيف. انا نقول لك زاتشي خلط في الزوزي انا قلتها لك في مارس قلت لك راك خلط في الزوزي وصح خلط في الزوزي صح خلط في الزوزي حقرت بزاف لي زيكيب حقرت الحراس حقرت بزاف لي زيكيب حقرتهم ساكن حقرتهم دقدقتهم القبه دقدقتها العناصر دقدقتها اللاز اللي لازم لنا في وهران دقدقتها لامسيو راك حاقرها بشار حاقرهم بصح طحت مع السطيف اخويا طحت مع اللي يجيبوا لك العنقود وفي غير حبه عنب يقول لك هذا انت راك فيها هي روح ينشعوها ويقيسوا العنقود يقيسوا سكولات انا نقولها لك قالت الناس ما رايش تلعب الناس عندها حق الناس على بالها شكاين على بالهم اللي غادي يجيبوا لك الرقاد هذو اللي غادي يجيبوا لك الرقاد قالت علاه ما حشمتوش ما حشمتو ما خفتو من ربي ما والو 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 كاع ما خممتوش ما خممتوش كاع بالكم كلش عادي وباغي تعبس على العداله القضيه هي في العداله وانت ما زلت تعبس على ما زلت تقصر باللي انت عندك الحق ما مخلينك تلعب ام مخلينك تلعب 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 الخيطك تلعب به تلعب به تنشعوك تنشعوك ناسم سعداوي فات عند وكيل الجمهوريه فات عند وكيل الجمهوريه ناسم سعداوي فات عند وكيل الجمهوريه السيمانه اللي فاتت فات عند وكيل الجمهوريه ما راهمش طالقين باش يجي في وقته ان شاء الله مليح زوميه الاول هذا زاتشي تاع لافاف زاتشي تاع لافاف اللي تعطي له اللجنه الولائيه تاع الاستثمار اللي راسها يعني باش هكذا ولكن نبينوا له الحقائق الحقائق اللي يعني لي بليسور لي بلي اللي دارهم هنا في تيار زاتشي يدي 1000 قطار لي بليسور لي بلي اللي دارهم هنا في تيار زاتشي يدي 1000 قطار زاتشي يدي 1000 قطار زاتشي يدي 1000 قطار زاتشي يدي 1000 قطار يدي 1000 قطار في 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 الرشايقة في المنطقة اللي تتسمى الرشة وأم الزبوج الرشة وأم الزبوج الرشايقة هذه يعني راها الأولى وطنيا في إنتاج البصل والأولى وطنيا في إنتاج الثوم وعندها مكانة مرموقة في إنتاج البطاطا وخيرات ربي هاهم وين يجوا الدولار ويبيعوها 1000 قطار لزاتشي ويبيعوها 1000 قطار لزاتشي فيه
هنا يجيو الدولار ويبيعوها 1000 قطار لزاتشي. مليح زوميه الاول هذا زاتشي تاع لافاف، زاتشي تاع لافاف اللي تعطي له اللجنه الولائيه تاع الاستثمار اللي يراسها يعني باش هكذا، ولكني نبينوا له الحقائق، الحقائق اللي يعني لي بليسور لي بلين اللي دارهم هنا بيتير. زاتشي يدي 1000 قطار لي بليسور لي بلين اللي دارهم هنا بيتير. زاتشي يدي 1000 قطار، زاتشي يدي 1000 قطار، زاتشي يدي 1000 قطار، زاتشي يدي 1000 قطار، يدي 1000 قطار في الـ في الـ في الـ في الرشايقه في المنطقه اللي تتسمى الرشه وام الزبوج، الرشه وام الزبوج. الرشايقه هذه يعني راها الاولى وطنيا في انتاج البصل، والاولى وطنيا في انتاج الثوم، وعندها مكانه مرموقه في انتاج البطاطا وخيرات ربي. ها هم هنا يجيو الدولار ويبيعوها 1000 قطار لزاتشي، ويبيعوها 1000 قطار لزاتشي. فيه هنا يجيو الدولار ويبيعوها 1000 قطار لزاتشي.